اول سؤال في الكروجن ممكن يولي وقت عايز اعرف ايه هي انواع الكروجن. بالنسبه للكروجن انا عندي نوعين. الكروجن طبعا معناه اكتئاب. بالنسبه للكروجن انا عندي نوعين. اول نوع بسميه كيميكال كروجن اللي هو دراي كروجن. النوع الثاني بسميه الكترو كيميكال كروجن اللي هو بسميه الويت كروجن. انا دلوقتي عندي نوعين من الكيميكال، في نوع اسمه دراي كروجن وفي نوع اسمه ويت كروجن. الدراي كروجن ده بسميه الكيميكال كروجن، انما الويت كروجن ده بسميه الالكترو كيميكال كروجن. طب انا دلوقتي عايز اعرف ايه الفرق ما بين الكيميكال كروجن او الدراي كروجن والالكترو كيميكال كروجن اللي هو الويت كروجن. اول حاجه لو ابتدي اتكلم على الدراي كروجن، انا دلوقتي هبتدي اتكلم على الدراي كروجن. بالنسبه للدراي كروجن دي اسمها دراي. يعني ايه دراي؟ يعني بتتم في وسط جاف. يعني ايه جاف؟ يعني مفيش اي رطوبه او مفيش اي هنا دراي كروجن من اسمها دراي. يعني ايه دراي؟ يعني مفيش اي مصدر للميه او مفيش اي مصدر للرطوبه. طب ايه هو الدراي كروجن؟ الدراي كروجن ده عباره عن دايركت رياكشن بتوين الميتال سيرفس اند جازز in absence of neutral. يعني ايه الكلام ده؟ دلوقتي انا بقول لك ان دراي كروجن هو عباره عن دايركت رياكشن بين الميتال سيرفيس والجاز in absence of neutral. يعني دراي كروجن بيحصل دايركت رياكشن، بيحصل تفاعل مباشر ما بين سطح الميتال واي جاز موجود عندي. لو حصل تفاعل ما بين سطح المتر واي جاز موجود عندي، الجاز ده الكروجن ده بسميه الدراي كروجن. طب انا دلوقتي الدراي كروجن في عندي منه نوعين. دراي كروجن في عندي منه نوعين. في نوع بسميه اوكسيديشن كروجن وفي نوع بسميه كروجن reaction of metal with other gases. تاني هنا بالنسبة للكروجن، أنا عندي نوعين من الكروجن، في نوع اسمه دراي كروجن وفي نوع اسمه ويت كروجن. دراي كروجن ده جاي نتيجة إيه؟ جاي نتيجة تفاعل سطح المتال مع أي جاز موجود عندي بس بشرط عدم وجود اي مصدر للميه، عشان كده سميته دراي. يعني كروجن تاكل جاف. يعني ايه تاكل جاف؟ يعني عدم وجود ميه او عدم وجود اي مصدر للميه. يبقى الدراي كروجن ده بيجي نتيجه تفاعل الميتال مع اي غاز موجود عندي. قدامي دلوقتي دراي كروجن انا في عندي منه نوعين، اوكسيديشن كروجن وكروجن مع اي جاز غير الاكسجين. دلوقتي اوكسيديشن كروجن، اوكسيديشن كروجن دي معناها ايه؟ ان انا بتفاعل الحديد اللي عندي او بتفاعل الميتال اللي عندي مع الاكسجين. يبقى كلمه اوكسيديشن كروجن اسمها هي عباره عن تفاعل الميتال مع الاكسجين. معنى كلمه اوكسيديشن كروجن او ثلاث دراي كروجن معناها تفاعل الميتال مع جاز، يبقى اوكسيديشن كروجن معناها تفاعل الميتال مع غاز الاكسجين. بس بشرط ان التفاعل ده بيتم at high temperature. التفاعل ده بيتم عند درجة حرارة عالية
بيتم in absence of mutual. example عندي لو انا جبت ال F E تمام مع ال O 2 ده هيديني F E O. ال F E O ده هو عبارة عن الرصد. يعني ايه الرصد؟ اللي هو الصدى بتاع الحديد. تمام؟ انا دلوقتي طالما فعلت نت مع جاز على طول فالتفاعل ده بسميه دراي كوروجن. يبقى تفاعل المتر مع اي جاز بسميه دراي كوروجن. النوع الثاني انا بقول لك كوروجن ديو تو ريأكشن اوف متر ويز اذر جازز. ايه هي انواع الغازات اللي ممكن تعمل لي كوروجن غير الاصل؟ في عندي السي ال 2 ممكن يعمل لي كوروجن، ال F2 ممكن يعمل لي كوروجن، ال CO2 يعمل كوروجن، ال SO2 يعمل كوروجن. يبقى انا دلوقتي عندي اربع انواع من الغازات ممكن يعملوا لي كوروجن غير الاكسجين اللي هو CL2 وال F2 وال CO2 وال SO2. دلوقتي مثلا لو خدنا اكزامبل، لو جيت فعلت ال FE الحديد مع ال SO2، لو فعلت الحديد مع ال SO2 ده هيديني FES بلس ال O2. ال FES ده بيبقى بريتل منت. يعني ايه بريتل منت؟ يعني بيتقهش. دلوقتي الحديد لما يتفاعل مع ال SO2 الحديد بيتكون عليه طبقة هشة. يعني ايه طبقة هشة؟ معنى كده ان في طبقة من الحديد اتحولت لطبقة هشة، يعني حصل له ايه؟ حصل له تقاعد. طيب نشوف اكزامبل تاني. لو جبت لك Ng plus Cl2 ده هيديني 2 AgCl. ده بيبقى عبارة عن non porous. يبقى بيتكون طبقة من ال AgCl، الطبقة دي بتبقى non porous، يعني طبقة غير مسامات. يبقى تاني انا دلوقتي مش مهندسين اللي لسه داخلين، عايز الكلام اللي واخد بسرعة. أول سؤال عندنا عايز اعرف ايه هي انواع الكوروجن. انا قلت بالنسبه للكوروجن انا في عندي نوعين. تاني بالنسبه للكوروجن انا في عندي نوعين. اول نوع دراي كوروجن اللي هو الكيميكال كوروجن. تاني نوع اللي هو الويت كوروجن اللي انا بسميه الالكتروكيميكال كوروجن. قلت لك يعني ايه دراي كوروجن؟ دراي كوروجن دي معناها تفاعل المتر مع اي جاز بس بشرط عدم وجود اي مصدر للميه، علشان كده سميتها دراي جاز. يبقى معناها ايه؟ كلمه دراي كولوجن هو تفاعل مباشر ما بين سطح المثل اللي موجود عندي واي جاز موجود، بس بشرط عدم وجود اي مصدر للميه. قلت لك بالنسبه للدراي كولوجن انا عندي نوعين. في نوع اسمه اوكسيديشن كولوجن، وفي كولوجن تاني بيجي نتيجه تفاعل المثل مع اي جاز بس بشرط عدم غير الاكسجين. أول نوع الأوكسيديشن كولوجن قلت لك زي الـ FE مع الـ O2 ده بيديني 2 FeO، ده الرص بتاع الحديد اللي هو الصدى بتاع الحديد. طب قلت لك إيه هي أنواع الغازات التانية اللي ممكن تعمل لي كولوجن غير الأكسجين؟ هو الـ Cl2 والـ F2 والـ CO2 والـ SO2. لو جبت الـ FE مع الـ SO2 ده بيديني FeS. قلت لك السطح ده بيبقى بريتل ميتال هش. انا بمجرد ما اخبط عليه هقدر اكسره او اقدر اشيله. قلت لك الزنك الثاني 2 اي جي بلس سي ال 2 ده بيديني 2 اي جي سي ال اللي هو ده نون بورس سيرفيس. تمام؟ طب انا دلوقتي عايز اعرف الدراي كولوجن ده بيعتمد على ايه؟ دلوقتي عايز اعرف الدراي كولوجن ده بيعتمد على ايه؟ سبلاي كوروجن. الدراي كوروجن ديبيندز اون بيعتمد على حاجتين. ايه هما الحاجتين دول؟ اول حاجه هي الكيميكال افينيتي اوف ذا رياكشن بتوين الميتال and gas. أول حاجة يعتمد
عليها. نورد موشن كيميكال افينيتي اوف رياكشن بين ميتال اند جاز. يعني كل ما يكون التفاعل ما بين سطح الميتال والغاز كبير كل ما يكون معدل الكولوجن ايه كبير. دي معناها ايه؟ معناها ان الدراي كولوجن بيعتمد على الكيميكال افينيتي اوف رياكشن بين ميتال اند جاز. دي معناها ان كل ما يكون التفاعل ما بين الميتال وسطح والغاز كبير ده معناه كل ما يكون الريت بتاع الكولوجن هيكون اكبر. تاني حاجه الدراي كولوجن بيعتمد عليها اللي هي ability of formation of protective film. امكانيه تكوين protective film دي معناها ايه؟ انا دلوقتي لما جيت فعلت لك ال FE مع الاكسجين ده اداني FeO. ال FeO ده قلت لك ده الرص بتاع الحديد، يعني الحديد اللي عندك ماله سطر. النوع الثاني لما جيت فعلت ال FE مع ال SO2 ده اداني ايه؟ FES. قلت لك ال FES ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن بريتل مينت، يعني سطح هشه بمجرد ما اطبق عليه بقدر اكسره. انما هنا لما جيت قلت لك ان انا لما يكون عندي حته من السلك لما يجي يتفاعل مع السي ام 2 ده هيتكون عليه طبقه من ايه؟ من الاي جي سي ام. يبقى الاي جي ده لما يتفاعل مع الكلور ده هيتكون عليه طبقه من الاي جي سي ام. قلت لك الاي جي سي ام دي عباره عن نون بورس. يعني ايه نون بورس؟ يعني غير مساميه. يبقى انا دلوقتي حته السلور اللي عندي دي بقت مالها؟ استخبيه. تمام؟ يبقى دي مش متعرضه لاي غاز. فحته السيلفر كده هيعتبر ان انا عملت لها ايه؟ عمليه بروتكشن. تاني دلوقتي دي معناها ايه؟ ان انا كان عندي سيلفر. السيلفر ده لما يجي يتفاعل مع الكلور ده هيتحول من اي جي سي ال. قلت لك الاي جي سي ال ده عباره عن نون بورس. يعني ايه نون بورس؟ يعني غير مسامي. يعني انا لو عندي هي دي حته السيلفر لما اجي احطيها بطبقه كامله من الاي جي سي ال بقت الحته دي انا مش شايفها. يبقى الحته دي انا عملت لها حمايه من التفاعل مع الكلور تاني ولا لا؟ تمام؟ يبقى كل ما يتكون نون بورس سيلز يعني كل ما يتكون سطح غير مسامي يعني كل ما الحته دي اخبيها باي طبقه من حاجه تانية يبقى معناها الحته دي مالها مش متعرضه للجاز فالحته دي مش هتتفاعل. تمام؟ يبقى تاني الدراي كولوجن عباره عن ايه؟ الدراي كولوجن هو عباره عن تفاعل اي ميتال مع جاز. بس شرط ان يكون تفاعل الميتال مع الجاز ده بعدم وجود اي مصدر للميه. قلت لك في عندي نوعين من الكروجن. اول نوع من الدراي كروجن اوكسيديشن وكروجن ديو تو ريأكشن اوف ميتال ويز اذر جاز. اوكسيديشن دي معناها تفاعل الميتال مع الاكسجين بس بشرط ان انا يكون عندي هاي كومبريشن درجه حراره عاليه. وثاني حاجه يكون في عندي ابسنس اوف نيتشر ما يكونش عندي اي مصدر للميه. زي الاف اي مع الاو 2 ده هيديني اف اي او ده اللي هو الرص بتاع الحديد السطر بتاع الحديد. طب قلت لك بعد كده ايه هي انواع الغازات الثانيه اللي ممكن تعمل لي كولوجن غير الاكسجين؟ زي السي ال 2 الاف 2 الاس او 2 والسي او 2. الاف اي مع الاس او 2 ده هيديني اف اي اس دي بريتل ميتال هش يعني مجرد ما اطبق عليها بقدر اكسرها. تاني حاجه اللي هي الاي جي مع السي ال 2 ده هيديني 2 اي جي سي ال. قلت لك الطبقه دي عباره عن نان بورس سيلز. دلوقتي قلت لك الدراي كولوجن ده بيعتمد على حاجتين. اول حاجه الكيميكال افينتي التفاعل ما بين الميتال والجاز. كل ما يكون التفاعل ما بين الميتال والجاز كبير كل ما يكون معدل الكولوجن كبير. كل ما يكون التفاعل ما بين الميتال والجاز قليل كل ما يكون معدل الكولوجن قليل. ثاني حاجه ability of formation of protective film. قلت لك كل ما يكون السطح اللي بيتكون نون بورس زي الاي جي سي ال يبقى انا دلوقتي لو انا عندي دي حته سيلفر يبقى هتبقى متغطيه بطبقه كبيره من الاي جي سي ال يبقى حته السيلفر بتاعتي مالها بقت مستخبيه ما بقتش متعرضه لاي جاز يبقى انا كده عملت لها بروتكشن. دي مشكله في الدراي كولوجن. طيب بعد الدراي كولوجن ندخل على النوع الثاني اللي هو الالكترو كيميكال كولوجن او الويت كولوجن. مصدر ليا
طب الويف فانكشن ده او الالكتروكيميكال فانكشن ده بيحصل امتى؟ عشان يحصل الالكتروكيميكال فانكشن لازم يكون في عنده الات بريزنس اوف تو ميتال، لازم يكون في عنده تو ميتال او تو دفن، لازم يكون في عنده تو دفن ميتال in contact with each other. يعني وقت علشان يحصل عندي الويب فانكشن لازم يكون في عندي تو دفن ميتال، في تو ميتال مختلفين لازم يكونوا in contact with each other. يعني مثلا لو عندي حديد وزنك او عندي حديد وكبر يبقى انا دلوقتي عندي تو ميتال in contact with each other. تاني حاجه يبقى دي اول حاجه لازم تكون موجوده. تاني حاجة لازم يكون في عندي presence of liquid in contact with metal surface. لازم يكون في عندي liquid يكون in contact with metal surface. الليكويد ده work as a current current. ده work as a current current. يبقى تاني عشان يحصل عندي الدراي الويب فروج لازم يكون في عندي تو ميتال، التو ميتال دول in contact with each other ولازم يكونوا تو different ميتال in contact with each other. تاني حاجة لازم يكون في عندي ليكويد، الليكويد ده in contact with metal surface. لو انا عملت حاجه بالمنظر ده يبقى انا هنا عندي هيتكون الجلبانيك سيل. انا دلوقتي الويب سولوشن ده عباره عن ان انا بكون جلبانيك سيل. تمام؟ وبعدين الفرق ما بين التراي والويب. التراي ده عباره عن ايه؟ عباره عن رياكشن ما بين الميتال والغاز بس بشرط عدم وجود اي مصدر لاي ليكويد. انما في حاله الويب كولوشن دي معناها ان انا عندي تو ديفرنت ميتال ان كونتاكت ويز ايتش اذر، تاني حاجه لازم يكون في عندي مصدر للليكويد. طيب بالنسبه للجلبانيك سيل قلت لك في الجلبانيك سيل انا بيبقى عندي حاجه اسمها انود وحاجه اسمها كاثود. بالنسبه للجلبانيك سيل بيبقى عندي انود وعندي كاثود. احنا اتفقنا ان الانود هو الالكترود اللي بتسمى عنده عمليه الاكسديشن. فاحنا اتفقنا ان الانود هو الالكترود اللي بتتم عنده عمليه الاوكسيديشن، والكاثود هو الالكترود اللي بتتم عنده عمليه الريدكشن. طيب بالنسبه للانود، الانود هو اللي بتتم عنده عمليه الاوكسيديشن، يعني الانود هو الالكترود اللي بيحصل عنده الكروشن. يبقى دايما الانود هو الالكترود اللي بيحصل عنده الكروشن. تاني الانود هو الالكترود دايما اللي بيحصل عنده الكروش. طب انا ازاي بعرف الانود؟ كان الكلام ده المره اللي فاتت ان الحاجه اللي ليها لو اي نود ريدكشن دي بتشتغل في انود، والحاجه اللي موجوده في لو كونسنتريشن في تركيز اقل دي بتشتغل في انود. الكلام ده خدناه المره اللي فاتت في الالكترون. يبقى انا دلوقتي في اي جدولك سلم يبقى عندي انود وكاثود. الانود هو الالكترود اللي بتتم عنده عمليه الاوكسيديشن، الكاثود هو الالكترود اللي بتتم عنده عمليه الريدكشن. يبقى الانود هو الالكترود اللي بتحصل له عمليه الكروشن. قلت لك دلوقتي بعرف ازاي الانود؟ الانود هي الحاجه اللي ليها لو اي نود ريدكشن. وبعرف ازاي الكاثود؟ الكاثود هي الحاجه اللي ليها هاي اي نود ريدكشن. لو انا عندي كونسنتريشن سيل يبقى الانود هي الحاجه الموجوده في اللو كونسنتريشن، والكاثود هي الحاجه الموجوده في الهاي كونسنتريشن. ده الفرق ما بين الانود والكاثود. طب بالنسبه للالكتروكيميكال فروشن او الويب فروشن دلوقتي هندرس منه نوعين. بالنسبه للالكتروكيميكال فروشن بالنسبه للالكتروكيميكال كومبوجن هدرس منه نوعين. اول نوع اللي هو الاكسجين
concentration cell اللي انا بسميه differential radiation. هلاقيها اسمها oxygen concentration cell او هلاقيها اسمها differential radiation. تاني نوع بسميه الستريس سيل. تاني نوع بسميه الستريس سيل. بالنسبه للالكتروكيميكال بروسيس دلوقتي في عندي منه نوعين. اول نوع اللي هو الاوكسجين كونسنتريشن سيل، وتاني نوع اللي هو الستريس سيل. طيب بالنسبه للاوكسجين كونسنتريشن دلوقتي زي ما كنا في اللاب قبل كده، لو انا عندي عمود حديد العمود ده حاطه فلامه، مين الجزء اللي هيحصل له كروجن؟ طبعا كلنا متفقين ان الجزء اللي تحت هيحصل له كروجن. طب ليه؟ دلوقتي كلنا متفقين ان الجزء اللي فوق ده متعرض لهاي كونسنتريشن من الاوكسجين. كلنا متفقين ان الجزء اللي فوق ده هو الجزء اللي متعرض لتركيز اعلى من الاوكسجين، لان هو الجزء اللي موجود في الهواء. وكلنا برضه متفقين ان الجزء اللي تحت هو الجزء اللي متعرض للو كونسنتريشن من الاوكسجين. الجزء اللي تحت ده هو الجزء اللي متعرض لتركيز اقل من الاوكسجين، لانه هو الجزء اللي موجود تحت الارض. احنا دلوقتي لسه قايلين ان اي حاجه موجوده في لو كونسنتريشن بتشتغل كايه؟ كامل. احنا دلوقتي لسه قايلين ان اي حاجه موجوده في لو كونسنتريشن بتشتغل كامل. يبقى ده الجزء ده هيشتغل كامل. يبقى الجزء ده هو اللي هيحصل له عمليه الكروجن. دلوقتي لو انا عندي حاجه بالمنظر ده، مين الجزء اللي هيحصل له كروجن؟ هو الجزء اللي تحت. ليه الجزء اللي تحت؟ لان احنا دلوقتي لسه قايلين ان الجزء اللي فوق هو الجزء اللي متعرض لتركيز اعلى من الاوكسجين، لان هو الجزء اللي موجود في الهواء. والجزء اللي تحت هو الجزء اللي متعرض لتركيز اقل من الاوكسجين، لان هو الجزء اللي موجود تحت الارض. وقلت لك ان اي حاجه موجوده في لو كونسنتريشن بتشتغل كانو، واحنا لسه متفقين ان الانو هو الالكترود اللي بتحصل عنده عمليه الكروجن. طيب نفس الكلام لو انا دلوقتي عندي حته حديد، الحديد دي بتحط عليها شويه رمل، ده عباره عن سنج رمل. دلوقتي مين الجزء اللي هيتكتل؟ طبعا هو الجزء ده اللي هو الجزء اللي موجود تحت الرمل. الجزء اللي هيحصل له كروجن من الحديد هو الجزء ده اللي هو الجزء اللي موجود تحت الرمل. ليه؟ لان احنا برضه نفس الكلام هنا متعرض للو كونسنتريشن من الاوكسجين، متعرض لتركيز اقل من الاوكسجين لانه متغطي بالرمل. انما الجزء ده والجزء ده دول متعرضين لهاي كونسنتريشن من الاوكسجين. الجزء اللي هيحصل له كروجن هو الجزء اللي تحت ده. ليه الجزء اللي تحت ده؟ لان الجزء اللي تحت هو اللي متعرض لتركيز اقل من الاوكسجين لانه متغطي بالرمل. طيب لو في عندك اكتب لي او write short essay on oxygen concentration cell، اكتب لي نبذة عن الاكسجين concentration cell. هتقول له ايه؟ ان الاكسجين concentration cell ده عبارة عن reaction between الاكسجين، عبارة عن reaction ايه؟ الاكسجين and مويس ميتال سيرفس. يعني لازم صوت ده نوع من انواع الويب كروجن، عشان كده كتبت لك مويس ميتال سيرفس. يعني لازم يكون في عندي مصدر للرطوبه، لان الرطوبه دي هي اللي هتنقل لي الفرق. انا تاني لو جه قال لك رايت شورت اساي اوكسجين كونسنتريشن سيرفس، هقول ان الاكسجين كونسنتريشن سيرفس ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن رياكشن بين الاكسجين والمويست ميتال سيل. طيب اقول له دلوقتي ان الغاي او اللو اوكسجينيت بار، اللو اوكسجينيت بار اللي هو الجزء اللي متعرض للو كونسنتريشن من الاكسجين ده هيشتغل كانه، وده اللي هيحصل عنده عمليه الكروج. وهقول ان الغاي اوكسجينيت بار، الهاي اوكسجينيت بار اللي هو الجزء اللي متعرض لهاي كونسنتريشن من الاكسجين ده هيشتغل ككبسول، ويبقى
اتفقنا ان الكالسوس ده ما بيحصلش عنده عملية بالخروج. لكن احنا قلنا دلوقتي من كل كلامي دلوقتي على الالكتروكيميكال كروج. قلتلك الالكتروكيميكال كروج يعني انا بكون جلبانيك سيل. قلتلك الجلبانيك سيل دي مالها؟ جلبانيك سيل بتكون من انود وكاثود. الانود هو الالكترود اللي بتتم عنده عملية الاوكسيديشن. اتفقنا ان الانود هو الالكترود اللي بتتم عنده عمليه الاوكسيديشن. يعني الانود هو الالكترود اللي بتحصل عنده عمليه الخروج. وقلت لك ازاي بعرف الانود؟ الانود هي الحاجه اللي ليها لو اي نود ريدكشن او الحاجه الموجوده في اللو كونسنتريشن من اي ماده. بعد كده قلت لك ان الكاثود هو الالكترود اللي بتتم عنده عمليه الريدكشن. دلوقتي هناخد نوعين من الالكتروكيميكال كروج. قلت لك اول نوع الاوكسجين كونسنتريشن سيل، ثاني نوع الستريس سيل. اوكسجين كونسنتريشن سيل دي من اسمها تعتمد على تركيز الاوكسجين. هنا قلت لك ده بيبقى عباره عن رياكشن ما بين الاوكسجين والميتال سيل. بس شرط اساسي ان انا لازم يكون في عندي مصدر للرطوبه، لان ده عباره عن ويت كولوجن. قلت لك ان الحاجه اللي موجوده في لو كونسنتريشن دي هتشتغل كانوت، يعني اللو اوكسجينيتد بارت ده هيشتغل كانوت هو اللي هيحصل له عمليه الخروج، والهاي اوكسجينيتد بارت ده هيشتغل ككاثود. اتفقنا؟ واروح كاتب له التو اكزامبل دول. هقول له دلوقتي مين اللي هيحصل له خروج؟ طبعا الجزء اللي تحت. ليه؟ لان يعني الجزء اللي موجود تحت الارض هو اللي معرض للو كونسنتريشن من اوكسجين، فهو اللي هيشتغل كانوت، هو اللي هيحصل له خروج. طب هنا مين اللي هيحصل له كونفوجن؟ هو الجزء ده. ليه الجزء ده؟ لان الجزء ده متغطي بالرمل. طالما الجزء ده متغطي بالرمل يبقى الجزء ده متعرض للو كونسنتريشن من الاكسجين، يبقى الجزء ده هو اللي هيحصل له عمليه الكروج. ده اسم تاني للاكسجين كونسنتريشن سيل. انت عندك ديفرنت فاريشن، يعني انت عندك في فرق ما بين تركيز الهواء على الاثنين. تمام؟ هنا تركيز الهواء كتير فوزن الاكسجين، فتركيز الاوكسجين كتير. هنا الهواء اقل فتركيز الاوكسجين اعلى. في مشكله في الكلام ده؟ مش في حد عنده مشكله في الكلام ده؟ مهندسين الصوت فاهمين؟ الصوت. نيجي ندخل على تاني نوع اللي هو الاستريس سيل. حاله الاستريس سيل
هقول له الكونوجن بيحصل في حاله الاستريس سيل ديو تو ديفرنت ارينجمنت اوف ميتال جريد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه الكونوجن بيتم في حاله الاستريس سيل ديو تو ديفرنت ارينجمنت ان ميتال جريد؟ انا دلوقتي لما اجي اضغط حته الحديده دي، مش الحديد اللي هنا ده بيضغط صح؟ مش الحديد ده فيه الكترونات؟ دلوقتي لما اجي اضغط على الجزء ده المفروض الالكترونز اللي بيحصل اللي موجوده هنا هيحصل لها ايه؟ تضغط. تمام؟ انا لما اجي اضغط على الجزء ده المفروض ان الالكترون ده هيحصل لها ايه؟ تضغط. طب لما الالكترون دي تضغط مش كده معناه ان مستويات الطاقه اللي حوالين الحديد هيحصل لها ايه؟ هتقل. لما الالكترون دي تطلع يبقى الالكترونات اللي موجوده حوالينه هتحصل لها ايه؟ هتقل. طالما هتقل يبقى الجزء ده هيحصل له ايه؟ يبقى الجزء ده خف. يعني ايه خف؟ يعني هيحصل له عمليه الكروج. انت شايف الكلام ده؟ تاني دلوقتي الجزء ده لما اجي فيه ايه اللي هيحصل؟ بيبقى فيه الكترون. الالكترون دي انا بضغط عليها، طالما بضغط عليها يبقى بطلعها. كل ما اطلع الكترون كل ما الحته اللي موجوده هنا دي في الحديده هيحصل لها ايه؟ هتخف. طالما خفت يبقى ده معناه ان هو حصل لها ايه؟ حصل لها عمليه كورنوشن. فانا بقول له هنا ان الهاي سترينث بار اللي هو الجزء اللي متعرض لهاي ستريس ده بيشتغل كانه، فده الجزء اللي هيحصل له عمليه الكورنوشن. والجزء اللي متعرض للو ستريس ده الجزء اللي هيشتغل ككفه. هنا تاني بسرعة، لأن كل الكلام في الكروجن نظري، هنركز واحدة واحدة. أول ما ابتديت قلت لك إن الكروجن في عندي منه كام نوع؟ نوعين، دراي كروجن وويت كروجن. دخلت لك في دراي كروجن، قلت لك يعني إيه دراي كروجن؟ يعني تفاعل ما بين المتر وأي جاز بس بشرط عدم وجود أي مصدر لأي لحم. تمام؟ طب قلت لك في الدراي كروجن عندي كام نوع؟ اوكسيديشن وكروجن نتيجه تفاعل الرياكشن مع اي غاز غير الاكسجين. قلت لك في حاله الاكسجين لما اجي افعل الاكسجين، لما اجي افعل الاكسجين مع الحديد ده هيديني الاف اي او اللي هو الرص بتاع الحديد. دخلت على الجزء الثاني قلت لك ايه هي انواع الغازات اللي ممكن تعمل لي كروجن غير الاكسجين؟ قلت لك سي ال 2 اف 2 اس او 2 والسي او 2. بعد كده اتكلمنا على ثاني جزء اللي هو الالكتروكيميكال كونوشن اللي هو الويت كونوشن. قلت لك علشان يتم ويت كونوشن لازم يكون في عندي تو ميتال، التو ميتال دول يكونوا ان كونتاكت ويز ايتش اذر، ولازم يكون في عندي مصدر للكترون. تمام؟ عشان كده سميتها ويت كونوشن. لما دخلنا اكتر في الالكتروكيميكال كونوشن قلت لك عندي نوعين، عندي اوكسجين كونسنتريشن سيل دي اسمها دي كده بتعتمد على اختلاف التركيز بتاع الاوكسجين، وقلت لك عندي الستريس سيل دي من اسمها بتعتمد على ان انا في جزء معرضه لهاي ستريس. قلت لك كده من الجزء اللي هيحصل له كروجن اتفقنا هو الجزء اللي تحته اللي هيحصل له كروجن. ليه؟ لان هو موجود للو كونسنتريشن بالاكسجين، فاي حاجه موجوده في تركيز اقل تشتغل كانه، طالما انا يبقى هو الجزء ده اللي هيحصل له كروجن. نفس الكلام في الاكسامبل ده في حاله الستريس سيل، قلنا مين الجزء اللي هيحصل له كروجن؟ هو الجزء ده. ليه؟ ان الجزء ده هو اللي متعرض لهاي ستريس. يبقى لما يجي يقول لك فرق ما بين الاوكسجين كونسنتريشن سيل والستريس سيل هتكتبه زي ما انا كاتب كده بالظبط. تمام؟ هقول لك حاله الاوكسجين سيل عباره عن رياكشن بين الاو 2 ومايس ليفل سيلز. تمام؟ قلت لك ان الجزء اللي متعرض للاوكسجين كونسنتريشن ده بيشتغل كانود وهاي اوكسجين كونسنتريشن ده بيشتغل ككفه. وهنا قلت لك الكولوجن بيتم ديو تو ديفرنت ارينجمنت ان ميتال جريد. في مشكله في الكلام ده؟ ده لازم يكون في امبيرتي، ما عندكش معدل 100% كده بيبقى في اي امبيرتي.
الرجالي ده لازم هيجي منه حاجه في الامتحان. تمام؟ بص ان انا اقول دلوقتي ده لازم يجي منه حاجه في الامتحان اللي هي الميكانيزم بتاع الالكتروكيميكال كنترول. رايت؟ ركز قوي في الكلام اللي هقوله دلوقتي. عشان كده من اهم الاسئله اللي احنا خدناها دلوقتي الفرق ما بين الاوكسجين كونسنتريشن سيل والستريس سيل. ثالث سؤال هناخده دلوقتي رايت ذا ميكانيزم اوف الكترو كيميكال هيتفاعلوا مع الـ 2H اللي موجودين دول.
ده هيديني ايه؟ ده هيديني ال H2. ده هيديني ايه؟ ده هيديني H2. يبقى كسر هيدروجين. ده evolved at كسر. ده هيطلع عند ايه؟ ده هيطلع عند الكسر. تمام؟ ده هيطلع عند الكسر. طيب الاف اي المسطور ده تتوقع ان هو هيتفاعل مع ايه؟ طبعا هيتفاعل مع السي ال، انا قلت لك البوست بيتفاعل مع النجم. يبقى الاف اي بلس 2 ده هيتفاعل مع الاثنين سي ال ماينس اللي موجودين. ده هيدي لك ايه؟ اف اي سي ال. يبقى لما يجي يقول لك اكتب الميكانيزم بتاع الالكترو كيميكال سولوشن، السؤال ده مهم جدا ولازم ايه؟ لما يجي يقول لك اكتب الميكانيزم بتاع الالكترو كيميكال سولوشن في اسيد نتر، دول هيتفاعلوا مع الميه اللي موجوده.
الفرق مع المية اللي موجودة مع الأوكسجين اللي موجود في الجو. ده هيتفاعل، هتفوق لك هيتفاعل مع المية اللي موجودة مع أكسجين موجود من الجو، ده هيدي لك 2 OH ماينس. نتيجة التفاعل ده هيدي لك 2 OH ماينس. طيب دلوقتي لما تفوق لك يتفاعل مع المية الاثنين دول وجود الأكسجين هيديني 2 OH ماينس. طيب الاثنين OH ماينس دول هيلاقوا ايه موجود عندي؟ Fe بلس 2. تمام؟ انت دلوقتي الاثنين OH ماينس دول هيلاقوا ايه؟ يعني ناتج التفاعل ده هيلاقي ايه؟ هيلاقي Fe بلس 2 موجود. لما يتفاعلوا مع بعض هيديلك Fe OH باي 2. تاني انا الرياكشن هو هو Fe هيديني Fe بلس 2 بلس 2 الكترون. طيب الطول الالكترون دول هيتفاعلوا مع ايه؟ هيتفاعلوا مع الميه اللي موجوده مع اكسجين من الجو، ده هيديني 2 OH ماينس. طب ال OH ماينس ده لازم يتفاعل مع حاجه، هيتفاعل مع الحاجه البوزيتيف الموجوده. 2 OH ماينس هيتفاعلوا مع Fe بلس 2 هيديني Fe OH باي 2. طيب ال Fe OH باي 2 ده في حالة وجود الأكسجين برضو هيتحول ل Fe OH باي 3. ده في حالة وجود الأكسجين هيتحول ل Fe OH باي 3. لازم هيجي في الامتحان. تمام؟ لازم السؤال ده هيجي رايز ميكانيزم كلام كيميكال كولوشن فور Fe حتى أساس ميديا حالة الأكراين ميديا. هنا انا مش محتاج اكسجين في حاجه، لان ده لما تفوق لك على الـ pH بلس موجود الاكسجين هيتفاعل مع ايه؟ ثانيا مثل الاكسجين اللي موجوده في الـ HCl يبقى اقل بكتير جدا من نسبة الاكسجين اللي موجوده في الميه. صوت يبقى تاني في حالة الأسيد ميديا وفي حالة الـ بيس ميديا مش مهندسين الصوت. الشطر ده لسه جديد يعني لازم هيجي. صوت وجود اكسجين الـ FeOH باي 2 ده عن الستيبل.
يبقى لازم هيتفاعل مع وجود الاكسجين يتحول ل H و H by 3 تمام؟ يعني المعادلة جت منين؟ ده سؤالك؟ موجودة؟ موجودة مش شرط مش شرط FE و H by 2 plus O2 ده يديني FE و H by 3 ده علشان احولها للسيل في مشكلة في الكلام ده؟ طبعا ايه؟ طبعا